مكلفا ب مكلف بالعلاقات او مسؤول العلاقات الخارجيه بحركه النهضه منذ امس اعتقد. الاتحاد الاوروبي منذ يومين حركه النهضه عفوا الاتحاد الاوروبي اعلن عن صرفه تمويلا بقيمه 150 مليون يورو لفائده الدوله التونسيه. القسط هذا ياتي على خلفيه اتفاقيه الشراكه التي عقدت عقد في جويليا 23. هذا التعاون، هذا التأكيد خصوصا أن بلاغ الاتحاد الأوروبي يقول أنه هذا يأتي في إطار دعم ميزانية الدولة التونسية، لا يؤكد هذا أن الكلام أو ينفي ما يروج من كونه سعيد يعيش عزلة دبلوماسية ودولية؟ أستاذ فتحي، هو لو تسمح لي بداية نحب نحيي شعبنا التونسي ونذكر نفسي ونذكر شعبنا بقضيتنا الأساسية والمركزية، فلسطين يا جماعة، ما تنسوش فلسطين، ما تنسوش غزة، أطفال غزة، نساء غزة الآن يستقبلون رمضان وهم ما عندهمش حتى ما يأكلوا، ما عندهمش ما يشربوا، وإحنا عايشين في حالة صمت. شعبنا التونسي و معناها مواطنين توانسة، شبابنا التونسيين ينتصر بقضية فلسطين. نعم. وبالتالي نغتنم هذه الفرصة لتجديد هذا الطلب. إخوانكم في فلسطين وفي غزة ينتظرون منكم موقف مساندة. هذه حرب الإبادة التي تستمر الآن لأكثر من شهر، شكون يوقفها؟ حتى موقف لا عربي ولا غيره الآن قاعد ينتصر القضية الفلسطينية. فما كان موقف الشعوب، شعوبنا اللي هي تنتصر للقضية الفلسطينية، فهناك إلحاح وطلب من داخل غزة ومن كل مكان، شعوبنا العربية أين هي؟ فأرجو أن يكون هذا النداء أيضا لشعب في تونس من أجل الانتصار لقضيتنا الأولى وقضيتنا الأساسية هي قضية فلسطين وقضية غزة. نعم، في هذه النقطة مهم جدا أن نشير، أنت تعيش في ألمانيا، الحراك في الغرب كبير، حرك نسق تصاعدي، في العرب هو موات. نعم، في الغرب هناك تحركات وهناك ابداع، معنى الشعوب هذه الحره تبدع في تحركاتها انتصارا لفلسطين ومقاومه لحرب الاباده، ولكن شعوبنا لا شك انها مقهوره على امرها للاسف الشديد، وتعاني مشكلاتها الخاصه، وهذه مشكلات ثقيله، مشكلات الفقر ومشكلات البطاله ومشكلات الجوع، مشكلات كذا معناها ثقيله، ولكن هذا ما يلزمش ينسينا دورنا تجاه غزه وتجاه اخواننا في غزه. الحر يبقى ديما حر حتى وان كانت ظروفه صعيبه وحتى وان كانت اوضاعه ومشاكله بدون حدود. فانا اهيب بكل شبابنا خاصه ونسائنا واطفالنا والجميع انه معنا نقف مع فلسطين. هذا احنا على ابواب شهر رمضان والحرب ما زالت قائمة، فدعوة مجددة، ونامل أنه نجد في تونس ما يرفع الرأس وما يشرف تونس، لأنها تقف إلى جانب القضية الحق والقضية العادلة في هذا العالم. للأسف الشديد كما قلت، أنا مرات نطالع التحركات ونشوف التحركات في الخارج وأبحث على أي شيء في تونس، لا شك أن هناك وقفات ولكنها محدودة العدد. إن شاء الله توانسة كلنا نكون يد واحدة في مناصرة هذه القضية. اختلفنا في قضايانا الوطنية ولكن القضية الفلسطينية ما نختلفوش عليها. قصد غزة ما نختلفوش عليه. حاجة غزة ما نختلفوش عليها. فإن شاء الله نجتمع كل ونكون صف واحد في هذه المناسبة ونعبر على موقف واحد إن شاء الله في كل مناسبة، وخاصة ونحن نستقبل شهر نعم الانتصارات وشهر التضحية وشهر البذل والعطاء.